الحمد لله رب العالمين، الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده على ومجده واسأل عفوه وتوسلا، وصل على خير الأنام محمد وسلم وآل وصحاب ومن تلا، وبعد فيا أيها القارئ به متمسكا مجلا له بكل حال مبجلا، هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى، فما ظنكم بالذي عند جزائه؟ أولئك أهل الله والصفوة الملا. جزى الله بالخيرات عنا أئمة نقلوا لنا القرآن عزبا مسلسلا، بالبر والإحسان والخير والتقى أولاهم بها جاء القرآن مفصلا. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، نحييكم بتحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ونحن في هذه الليلة القرآنية المباركة في تكريم روح كريمة صعدت إلى رب كريم، نسأل الله ألا يحرمنا أجرها وألا يفتنا بعدها. نجلس سويا على موائد القرآن، حفص وورش وحمزة بروايات في القرآن يتلوها عليكم ذلكم العلم القرآني فضيلة الأستاذ القارئ الشيخ محمد السجى مدرس القراءات وعلوم القرآن بالأزهر الشريف والحاصل على أول جمهورية في لصنف القراءات وعلوم القرآن والمقيم بمركز ومدينة الدرنجات محافظة البحيرة، نسأل الله له التوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان آمنوا إن
المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. الذين كفروا
لهم الله أنى يؤفكون. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم ليضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يبديكم الله من فضله Thank you.
والله عليم حكيم. إن قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله صدق الله العظيم. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون
صدق الله العظيم. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا وما أمروا إلا ليعبدوا ورهبانهم أربابا
المسيح ابن مريم وما أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين
يأكلون أموال الناس بالباطل ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم صدق الله العظيم فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون فبشرهم بعذاب أليم فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى
جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم الدين القيم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا اثنا عشر شهرا إن عدة الشهور إثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين
واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا إلا
قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروا شيئا والله على كل شيء قدير إلا عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير فقد نصره الله صلى الله عليه وسلم إلا تنصر فقد نصره الله قد نصره الله إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار يقول لصاحبه لا تحزن إذ يقول لصاحبه لا تحزن لا تحزن إن الله
صدق الله العظيم. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغير إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا وإياكم خاشعين منصتين للتلاوة قد تلاها على مسامع حضراتكم ذلكم العلم القرآني فضيلة الأستاذ القارئ الشيخ محمد السجا مدرس القراءات وعلوم القرآن بالأزهر الشريف والحاصل على أول جمهورية في لصنص القراءات وعلوم القرآن والمقيم بمركز ومدينة دريجان محافظة البحيرة. أما بذلك عن أحدث مكدرات الصوت العالمية والإنارة الكهربائية ركبت وجهزت تحت إدارة وإشراف الحاج يوسف الجمل المقيم بهذه البلدة العامرة. أما عن الفراشة الحديثة الكبرى والمعرض الفني ركبت وجهزت تحت إدارة وإشراف الحاج عبد المنعم زبزو وأولاده المقيم بمركز ومدينة تاي البارو. حضرة السادة المعزين الكرام شكر الله سعيكم جميعا والبقاء لله وحده